تعالوا نتابع ما حدث في الأنباء المتعلقة بالقبض على الوزير الأسبق يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق أو ما وصف بأنه وزير الجباية في عهد النظام الأسبق، أنه تم القبض عليه في باريس. أنتم تعلمون أنه كان يعيش في لندن، ولندن تحديدا تحولت إلى مركز وملاذ وملجأ لكل الهاربين، على اعتبار أنه السلطات البريطانية لا تسلم مطلوبين. لكن لماذا ذهب إلى باريس؟ هل تم القبض عليه؟ هل سيتم تسليمه؟ هسأل اللواء مجدي الشافعي مدير شرطة الانتربول الدولي. سيادة اللواء أهلا بيك. أهلا بيك فندم، خير أهلا بيك. سيادة اللواء، هل يعني أولا قبل ما تأكد تم إيه اللي حصل، هل كنا دائما نخاطب الانتربول للقبض على الوزير الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالي؟ هو الحقيقة احنا تعاملنا مع الموضوع على مرحلتين. المرحلة الأولى ان احنا بعد التأكد انه موجود في بريطانيا حاولنا نتعامل مع بريطانيا، وبريطانيا الحقيقة اعتذروا عن إلقاء القبض عليه بغرض تسليمه نظرا لعدم وجود اتفاقية لتبادل تسليم المجرمين. في نفس الوقت احنا عملنا نشرة دولية حمراء بالتنسيق مع منظمة الانتربول. اتعملت النشرة وتعممت على كل دول العالم المشتركة في منظمة الانتربول وهي 190 دولة. نظرا لان في حاله تحركه من بريطانيا لاي دوله بتربطنا بها اتفاقيه يتم القبض عليه. وده حصل النهارده، ان احنا تلقينا اخطار من انتربول باريس بالقاء القبض عليه النهارده. يعني جالكم اخطار بالفعل من الانتربول الدولي في باريس انه تم القبض على الوزير الاسبق يوسف بطرس غالي؟ بالظبط، النهارده جالنا اخطار انه تم القبض عليه بمجرد وصوله لباريس. طيب خلينا اسال كده نشوف، لانه في انباء على انه لن يتم تسليمه وفي انباء كثيره متداوله. هسال استاذ خالد سعد زغلول مدير مكتب الاهرام في باريس. استاذ خالد اهلا بيك. اهلا وسهلا استاذ خالد. من متابعتك لقضيه القبض على الدكتور يوسف بطرس غالي في باريس، هل سيتم تسليمه ولا هناك ما يمنع من تسليمه؟ لا، مش هيتم تسليمه لان هم قبضوا عليه النهارده الصبح، بس مش زي ما قالت الوكالات في مطار باريس شارل دي غول. لا، هم قبضوا عليه في اوتيل فخم في باريس صباح اليوم، وانا رحت بالكاميرا عشان اصور الحدث وكده، لكن هم منعوني، قالوا لي ما تشوفوا كذا عشان احنا لسه ما في اشتباه، ما نعرفش ان هو الشخص المطلوب القبض عليه اللي عليه احكام في مصر عن طريق الانتربول والكلام ده. لكن المهم يعني كنت في وزاره الخارجيه وفي وزاره الداخليه عشان اتابع الموضوع. هم افرجوا عليه الساعه 7 مساء اليوم بتوقيت باريس عشان كان معاه اللجوء السياسي بتاع بريطانيا، يعني دوله بريطانيا احتاجت لدى الامن الفرنسي، وبذلك اطلق سراحه لان هو محمي. لكن قبل ما يطلق سراحه انا كنت بس بكلم المسؤولين سواء هم في الداخليه او الخارجيه، طب ايه يعني هترحلوه بسرعه؟ قالوا لا. او كان طبعا الكلام ده قبل ما يعرفوا ان هو عنده اللجوء السياسي. قالوا لي ما يقدروش يسلموه لمصر الا لما يحصل محكمه واجراءات قانونيه كثيره قوي، وله هو حقوق لازم ياخدها، ولازم يتاكدوا بان الاتهامات المصريه دي مبنيه يعني فيها براهين قاطعه، وان هو صحيح متهم بالفساد وبإهدار المال العام والسرقه والكلام ده، لازم هم يتاكدوا منها. وكمان في حاجه ثانيه قالوا لي الفرنساويين سواء كان في الخارجيه الفرنسيه او الداخليه الفرنسيه، ان فرنسا في قانون او في عرف يعني عندهم ما يقدروش يسلموا متهم الى دوله فيها احكام بالاعدام. يعني لو كان هيثبت انه في الاخر الاحكام النهائيه هيتم الاعدام فمش هيسلموه لمصر حتى لو كان هو مذنب بالفعل. لو كان احكام مدى الحياه مش مشكله ممكن يسلموه. طيب بس انا عايز استاذ خالد، يعني هنا تم اخلاء سبيله بالفعل لانه هو حاصل على لجوء سياسي من بريطانيا؟ بالظبط. هو ده الساعه 7 بالليل تم اطلاق سراحه يعني. طب يبقى هيسلم ايه بقى؟ ما هو خلاص، ما هو كده يبقى مش هيسلم. انت بتقول حتى هينظروا في امر تسليمه، ما هو تم الافراج عنه، تم اخلاء سبيله. لا، ده الكلام ده قبل ما اكتشف انه يتم اخلاء سبيله لما حكيت اللجوء السياسي. قبل كده انا كنت بتكلم مع المسؤولين الفرنساويين
قالوا لي لو كان يعني يعني بيبحثوا ان يسلموه لمصر، لكن لازم يشوفوا الاول هل عليه حكومه القضاء، لازم وزاره الخارجيه المصريه تبعت لوزير الخارجيه في فرنسا في جيرو فابيس، وهو كمان هيسلمها لوزير العدل ويحكموا نائب العدل، يعني الموضوع طويل قوي. في الاخر بقى قالوا لي بس انسى الموضوع ده خالص، الراجل افرج عنه لانه عنده اللجوء السياسي. طيب لواء مجد الشافعي، هل كنتم تعلمون بانه بريطانيا، واحنا شايفين يوسف بطرس غالي وهو يسير في واحد من اهم شوارع لندن، اوكسفورد ستريت، يعني في المشاهد التي نشاهدها على الشاشه، هل كنتم تعلمون انه بريطانيا منحته حق اللجوء السياسي؟ ستلوى، انا مع حضرتك. لواء مجد الشافعي، هل كنتم تعلمون انه بريطانيا منحت يوسف بطرس غالي حق اللجوء السياسي؟ لا، المعلومه ما كانتش متوافره بالنسبه لنا انه كان عنده لجوء سياسي. المعلومه اللي جت لنا النهارده انه تم القاء القبض عليه، بالمتابعه مع انتربول باريس افاد انه تم احالته النهارده للسلطات القضائيه الفرنسيه للتحقيق معاه. طلبوا تاكيد اذا كان الشخص ده مازال مطلوب لمصر طبقا لامر القبض السابق صدوره بالنسبه له، واحنا ردينا عليهم النهارده واكدنا لهم انه بالفعل مازال مطلوب لصدور. طيب، من خلال خبرتك، حق اللجوء السياسي يمنع التسليم، يعني حتى لو ذهب الى اي دوله؟ بالضبط، الشخص الحاصل على لجوء سياسي في حاله صحه المعلومه انه حاصل على لجوء سياسي بيتمتع بحمايه المفوضيه العليا لشؤون اللاجئين التابعه للامم المتحده، وطول ما هو حاصل على حق اللجوء السياسي ده بتوفر له حمايه من التسليم. طيب، يبقى هنا يعني يوسف بطرس غالي لم يكن لينتقل ويتنقل من لندن إلى باريس إلا إذا كان على يقين من أنه لن يتم تسليمه، وبالتالي لم نكن نعلم جميعا أنه بريطانيا منحته حق اللجوء السياسي. لكن حق اللجوء السياسي يعني يمنح لأسباب تتعلق بالاضطهاد، الاضطهاد السياسي أو الديني، يعني هل ناقشناهم لماذا منحتموه حق اللجوء السياسي؟ بس انت حضرتك بتقول فوجئت الان يعني، لكن هل يمكن ان نناقشهم من خلال؟ مش يعني اعتقد ان ده مش من حقنا ان احنا، او مش من حق اي دوله انها تتدخل في 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 قرار لدوله اخرى، يعني ولا ده يبقى تدخل في حق السياده بالنسبه للدول الاخرى، يعني هي تملك منح اللجوء لاي شخص موجود على اراضيها. حتى لو كان ارتكب وقائع فساد، حتى لو كانت احنا دورنا ان احنا نوضح للسلطات ان لكن الراجل ده مطلوب لتنفيذ احكام قضائيه متعلقه بالفساد ومتعلقه بإهدار مال عام وتربح وكسب غير مشروع، كل دي اتهامات موجهه لي وصادر بشانه احكام فيها، وما زالت هناك بعض القضايا اللي ما زالت في حال تحقيق في الوقت الحالي، وفي اتهامات اخرى منسوبه لي. فده طيب، سيادة اللواء، عايز استغل وجود حضرتك. طب هنا بعض المطلوبين المتواجدين في قطر الان يعني ويطلون على شاشه قناه الجزيره، يعني هل طلبنا بتسليمهم؟ وهل خطبونا حتى قالوا لنا سنسلمهم او لن نسلمهم، ولا لا يردوا عليكم في الدوحه؟ للاسف الشديد ان هم ما بيردوش. كل الاشخاص اللي موجوده هناك واللي صادر بشانها قرارات بالقبض عليهم احنا بعتنا لهم رسم بصفه رسميه، والمكتب النائب العام بعت لهم ملفات استرداد، وهناك طلبات من الخارجيه المصريه، الا اننا لم نتلقى رد من قطر حتى الان بخصوص هؤلاء الاشخاص. احنا بعتنا لهم لمين؟ لعاصم عبد الماجد وطارق الزمر ويوسف القرضاوي واحمد منصور ومجموعه، يعني كل المجموعه اللي صدر لها قرارات من النيابه بالقبض عليهم. النائب العام بعت ملفات. طيب، يعني احمد منصور حتى مذيع قناه الجزيره صادر بشانه امر من الانتربول. بالظبط. طب ده كان في تونس، وتونس هي مقر وزراء الداخليه العرب، يعني حاجه مثيره يعني تونس التي تعد مقرا لوزراء الداخليه العرب لا تحترم حتى الاتفاقيات، يعني كان موجودا في تونس يسجل حلقات الاسبوع الماضي. للاسف هذا موقف، يعني هو مش موقف قانوني ولا قضائي، هو موقف سياسي بالدرجه الاولى.
لواء مجد الشافعي مدير الانتربول الدولي بمصر، ألف شكر. أعود خالد سعد زغلول مدير مكتب الأهرام في باريس. أستاذ خالد، بالشكل ده أسدل الستار نهائيا على الهوجة اللي شغلت الرأي العام لعدة ساعات بأنه تم القبض على يوسف بطرس غالي، بذلك تم إسدال الستار على هذه القضية ولن يتم تسليمه في كل الأحوال؟ لا ان شاء الله، في امل بسيط انه سياده المستشار عدلي منصور يتصل بالسلطات، لان هي لازم دلوقتي الامر طلع من ايدي السلطه البوليسيه او الامنيه الفرنسيه وحتى الانتربول نفسه، والقضاء ما يقدرش يعمل حاجه، بس دلوقتي لازم السياسه. يعني في ناس كتير قوي في حالات كتيره كان عندهم لجوء سياسي زي اولاد القذافي لما راحوا النيجر واخذوا حقوق اللجوء وكل شيء، وفي الاخر تم تسويه الامر وتم تسليمهم لليبيا عن طريق الاتصالات السياسيه. بس النيجر تختلف عن بريطانيا حينما تمنح لجوءا سياسيا، انت عارف يعني. ما انا عارف، هو بريطانيا برضه بتحاول، يعني انا مش فاهم، لا تعليق، يعني مش عارف اقول كلام يمكن هيزعل ناس كتير، لكن بريطانيا دي من زمان قوي، حتى من ايام الرئيس مبارك وقبل الرئيس مبارك كان دايما بتدي حق اللجوء لكل الارهابيين او لكل الناس المطلوبين بحكم. طيب الفندق اللي كان موجود فيه يوسف بطرس غالي في كيف تم التوصل اليه؟ هل تعتقد ان في حد بلغ، حد شافه، حد تتبعه؟ يعني انا ما اعرفش تفاصيل، انا كنت فاكر زي كل الوكالات ما قالت ان هو في المطار، وفي ناس برضو قالوا انه في كان امن مكثف في المطار، في مصريين راحوا مصر شافوا افتكروه هو، فيبدو ذلك. لكن هو لا، هم السلطات الفرنسيه الرسميه قالوا لي انه كان في فندق خمس نجوم، بس ما قالوليش اي فندق، اكيد جورج سانك او براند ديجال او حاجه زي كده وبس. فهو يمكن حد في الريسبشن المصري فبلغ او حاجه زي كده، لان ما اعتقدش حد يعرفه غير المصريين يعني. طيب خالد سعد زغلول، بتوجه لك بالشكر.